الاساسي كل يوم يتشكى ويتبكى من ارتفاع الاسعار وغلاء المعيشه، مقابل ذلك قاعدين نشوفوا معناتها استعداد لاستقبال راس العام، معناتها تقريبا مختلف المحلات اللي يبيعوا الحلويات، المرطبات، الدجاج، الناس كوموندي من توا، تحضيرات كبيره. بشنو تفسر هذا؟ والله هما من كثر ما يتشكى ويتبكى، وخاطر الناس هو عندها الفلوس وقاعده تخرج وتمشي، عندها زايده يعني، ناس ما شاء الله تبيع وتعمل، ما يستحقوش يعني تشكوا يتبكوا لهذا درجه. كل بالنسبه لي كل شيء صعب، طبعا حتى باش تمشي تشري حاجه والا باش تمشي تتسوق ولا تمشي مع عائلتك تشري لهم حاجات، تقعد جوست تغزر بركه، ما تنجمش تشري، علاش خاطر غاليه في كل شيء. لكن مقابل ذلك قاعدين نشوفوا في كل شيء بالصف ديزني وند اي هذا الكل، فما عبد نقولوا احنا حاجتك عندها معارف، كيفاش عندها معارف؟ مثال تقول له خلي لك الحاجه هذيك تنزيدك، هو يعطي تو كيما السكر وكيما الحليب، باكو الحليب احنا في منوبة، فما عطاري يبيع بالباكو وعطاري يبيع بزوز باكويت، فهمت؟ السكر زاد كيف كيف يبيعوا فيه بالمعارف، اللي يقضي ما عنده ب 30 ولا يقضي ما عنده ب 40 ولا يقضي ما عنده ب 50، واش هو يعطيه الحاجه هذيك؟ معناها ولات تو كل حكايه ولات بالمعرفه نتاع الشخص للشخص، فهمت؟ كان جينا احنا كل شيء قاسمين وكل حاجه نقولوا احنا بالسواسي وهذاك ياخذ شويه وهذاك ياخذ شويه وهذاك ينقص شويه وهذاك ينقص شويه، تنجم العباد تعيش، فهمت؟ بديتوا تحضروا انت والعائله نتاعكم عندها؟ ديما هكاك كل ما يقرب راس العام معناها نتلموا عيله كامله، كل واحد يقضي شويه، واحد ياخذ خبز الجاتو، واحد ياخذ القضيه، واحد ياخذ الغله، باش معناها الناس الكل تتلم في الدار وتحضر مع بعضها وتفرح وتتلم العيله الكل، باش ما نقعدوش كل واحد متفرق في بلاصه. لا يحتفل هكاك التونسي، عياش التونسي يحتفل ويجيبها لفرانك مهما كان سيفته. قلت انك تعيش في الدنمارك وحاليا اي موجود توا في تونس باش تحتفل هنا في تونس، جيت سبيسيالمون والا بطبيعتك جيت باكو؟ جيت على الطقس اول حاجه، جيت على الطقس مصلي على النبي وجيت على راس العام. باش تحتفل انت والعائله لهنا؟ انا وبنتي. انت وبنتك كهو باش تحتفلوا في الدار ولا باش تخرجوا البار؟ والله عامل برنامج حمامات. حمامات صاري حمامات وان شاء الله ربي سهل. شوف فيك شاري بوكي نوار، شاري جاتو، معناتها مناسبه عندك مناسبه ولا؟ عندي مريض وي. ما عندي مريض مناسبه، ما يلزم الكادوات يغرت وندوروها ورد، علاش لا؟ هذا هو التونسي مش غريبه، معناتها يخلص 800 يصرف مليون. ما عادي معناتها بالنسبه لنا نحن عاديه، مش حاجه تستغربوا منها، معناتها الناس كلها تحب تحتفل و وينحي من معناتها من حاجه نتاعو باش يوفر حاجه لعائلته معناتها. والله شو التوانسه نحن هكاك الكلنا نعرفوا بعضنا اللي نحن هكاك، فهمتني؟ صحيح الزوالي باش يهبط بربي باش يمشي يقضي ويبدا عنده صغار ماهوش باش يخلط. راس العام نحن استانسنا مثلا تاخذ دجاج، تاخذ حوت، تاخذ كذا، تاخذ كذا، فهمتني؟ ماهيش حاجة معناها غراف وحاجة صاليرها كبير ومعناها. سامحني، الدجاج غالي، الحوت غالي، كل شيء غالي. غالي يا أختي كل شيء. معناها إلا ما رحم الله. ناس قاعدة تحتفل وناس مش هيش تحتفل، تتفرج وتروح للدار كهو. أنت من الناس اللي باش يحتفلوا ولا؟ أنا والله أنا والميزانية بتاعي معناها. نحتفل باللي نقدر أنا. يعني بديت تحضر وشريت حاجات معناتها تحضيرات باش تحتفل ليلة راس العام؟ لا انا ما نشري شيء، ما نحتفل عادي بالموجود. كيفاش تحتفل؟ طيب خبزه جاتو في الدار، طيب ماكله في الدار؟ هاي في الدار، في الدار او حفله صغار، شوفوني انا معناها محتفله وما ظهر حتى شيء. والصغار معناتها الحفله نتاع الصغيرات باش يحتفلوا معاك، ما تشري لهم شيء شوكولاته حاجات حتى للتحضيرات؟ اشمع برشا حاجات يعني. اي بالطبيعه نشري لهم الحلوى والشوكولاته وعادي. ثم تحضيرات؟ ثم تحضيرات، هي ما مش لك الدرجه، مش كيما الناس الكل سهره، يا عادي فرحه العام كيما نقولوا احنا. وانت تعمل في دوره توا معناتها بتشري في حاجات استعداد كنت مع اصحابي ندور، جت صاحبتي هنا يعني. كيفاش شكل الاحتفال في العائله يعني؟ بطبيعه باش تفرحوا الناس الكل مع بعضكم، وفهمتني تعمل شويه امبيونس وشويه جو وكذا، في ساعه ما يتعدى يعني هاك ما شاء الله تشوف العوام في ساعه ما يتعدى. تشريوا معناتها المرطبات والحلويات من برا ولا تصنعوا في الدار؟ والاكلات كيف كيف معناتها تحضروا برشا اطباق في الدار؟ اكلات نطيبوها في الدار، فما ساعات شويه حلوس شويه حاجات نشروها من برا، فهمتني على الجو وكذا. كما اغلب التوانسه كل معناتها شنو هي باش نتلموا، هي لما عائليه قبل كل شيء،
وكما يقولوا فيها معناتها حاجه حلوه باش تعدلنا عام بها، ولا انه كل عام يمشي يوصي العام اللي قبله، راه هي هي الحكايه معناتها. وكا وان شاء الله يكون علينا عام مبروك، وان شاء الله تتحل برشا حاجات، وان شاء الله ربي يرحمنا، وان شاء الله كل عام هما حيين بخير. وكا اختي بربي تقول لي راس العام نحتفل به، باش نحتفل به بشنيه؟ باش تحتفل به راس العام باش قطو ما نعرف شنيه وما نعرف شنيه، عاد نمشي نخلص روحي انا مع العطار، ولا نمشي ناخذ فهمتني من الفريق ناخذ قطار صغاري وندفع با شنيه الاحتفال؟ الاحتفال ضحكه ولعب، هذيك الزوالي اختي كيفاش عايش، هذيك الزوالي كيفاش عايش، ما ثماش حاجه اخرى باش واحد يوصل لها. كل من الكبار كل واحد هز مرسوه وجبد روحه، نحنا نبقى لنا مورسو الشعب التونسي، نبقى مورسو ونبقى ريحة التونسي. كان ترجع انت 10 سنين 8 سنين تالي ما كان حتى واحد يهز دبوزه من لوطا ولا قد ما خبز، اللهم باش يسترها تحت الحيط. تو كل شيء يتهز، حمام حتى الكراضي يهزوا فيها. يعني التونسي يحتفل مهما كانت الظروف؟ يحتفل مهما كانت الظروف تونسي. يشكي ويبكي وبعد جي باش جي حفلة عيد يحتفل. والله هي مش من الأولويات، هذه حاجة معناتها دخلت علينا جديدة، وبيسك نحن تشوف الوضع والواحد ويحب يعمل ديفولمون، يحب يخرج من الريتم من الروتين نتاعنا معناتها، فهمت؟ سي تو تافي نورمال، معناتها يحب يحتفل باش ينسى شويه وكا. انت قلت انه تقريبا ما فماش فرق بين الدنمارك وتونس في الاسعار. في الاسعار نفس الاسعار محسوب، غاديك الصالير قويه لان الصالير ضعيفه، اما نفس الاسعار. تو 3 كيلو لحم انا نشتري فيه ب 12000 تونسيه، كيلو لحم لنا ب 30000، شفت الفرق وين؟ باهي. قداش عندك تعيش في الدنمارك؟ 2010. تروح كل عام؟ محسوب كل عام، تونس انت انا ذاك محسوب كل عام نروح له. حسيتش ثم فرق معناتها كل وين تروح تلاحظ فرق تتبدل تونس؟ حسيت هذايا ولا؟ تبدل الاسعار وين؟ من ناحيه الاسعار هي تونس تبقى تونس، اما الاسعار غاليه وهي الله يصبر الشعب التونسي وكاو.